السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الى جيتو لمدينة طنجة فاكيد غادي تسمعوا على السوق ديال كاسافارطة، اكبر سوق كاين في المدينة كاملة. اي حاجة طاحت لكم في البال، اي حاجة كنتو كتقلبوا عليها وما لقيتوهاش، فغادي تجيو لهنايا غادي تلقاوها، لان تبارك الله السوق كبير بزاف وفيه سلع متنوعه من الاثاث ديال الديور، الحوايج، التواب، بيسيات، بورطابلات، الخضره، المهم كل شيء كاين هنايا، وكاين جديد وكاين مستعمل، يعني نتوما وشنو بغيتو. وكاين تبارك الله الرخا موجود هنايا، وفي نفس الوقت كاين محلات اللي غاليين، يعني كاين اللي كيسمع راه كاسابارطا فيها الرخا وكيمشي غلط، كيحسب له كل شيء رخيص، اي حاجه بغى ياخذها هنا غادي يلقاها رخيصه، ولكن لا، كاين محلات غاليين والاغلبيه كاين اثمنه زوينين، كاين اثمنه مناسبه. وهنا راه كاين اكبر جوطيه في طنجه هي اللي كاين هنايا في السوق ديال كاسابارطا. الا لاحظتوا السميه ديالو فيه سميه اسبانيه، كاسابارطا المعنى ديالها الدار الرخيصه، لان في هذا الحي هذا ايامات الاستعمار كانوا ساكنين اسبانيونيين وكانوا كيشروا الديور بثمن رخيص بزاف، عليها الحي تسمى كاسافارطا، يعني الديور الرخاص. ومن بعد من انتهى الاستعمار وشاو اسبانيونيين بحالهم، فبقى هذا السوق هذا وبقى الاسم ديالو هكاك، بقى كاسافارطا على الاسم ديال الحي اللي كان فيه. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على هذا السوق ديال كاسافارطا اللي كتعتبر اشهر سوق في مدينه طنجة. وما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديوهات مع الاحباب ديالكم والمعارف ديالكم باش حتى هما يكتشفوا معنا المناطق السياحيه اللي كاينين في المغرب. ولا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه بغيتوا تعرفوها، مرحبا خليوها لي في التعليق وانا اكيد غادي نجاوبكم عليها. فانتظار نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.